بالنسبة لمباراة في شكل آخر مع اعتبارات أخرى كما قلتي كاين غادي يكون الجانب تاع لي زيموسيون كثير. بالنسبة لي أنا كمسؤول أول مهم أنه ليكيب ديالي نوجد على الأورغانيزاسيون وذاك الجانب تاع لي زيموسيون خليوه في الجيم. إلا نكونوا مركزين والثقة اللي كبرات عندنا في المباراة الأخيرة وبالكاليتي اللي عندنا عندنا بزاف تاع الخطوط باش 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 نربحوا المباراة. كاين واحد الحساب بيان سور لأن هذا كاين واحد الحساب بالنسبة لي أنايا غادي نعمل ما يمكن وتنتمنى إن شاء الله باش باش داك الشيء اللي في 2019 صرا بالنسبة للجمهور الودادي أنه نعوض لهم هذه الفرحة إن شاء الله. سي أن بروغرام اللي هو بيزار بيزار ولكن فو سويفيه كما تنقولوا علينا بجوج بجوج غادي تكون لا فاتيك مونطال. أنا قلتها في الندوة الصحفية البارح هاد الكوب بيربحها اللي فيزيكمون ومونطالمون قوي لأنه العاية ولكن مفروض عندنا غادي نحاول ما يمكن باش دابا نشوفوا المباراه الجايه ريكيبيرو كما تنقولوا نسرحوا ونكون واجدين ان شاء الله. بالنسبه لهوني انه غدا غادي نديروا دوزيام كوغرافي ديالو وغادي نشوف واش يكون في الماتش تاع الترجي ان شاء الله. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجه المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.